المصرية الحفل الأول لتوزيع جوائزها الموسيقية على نجوم الغناء والشعراء والملحنين والعاملين في الوسط الفني نتيجة استفتاء جماهيري شارك فيه المستمعين. الحفل الذي شهد فوضى عارمة وسوء تنظيم أجبر النجوم على الانسحاب فور تسلم جوائزهم، وكانت أبرز النتائج أفضل مطرب محمد حمائي، أغنية العام 2010 6 الصبح لحسين الجسمي، أفضل ألبوم نسائي لأنغام ومحمد فؤاد، فيما حصدت هيفا وهبي جائزة أفضل فيديو كليب وأفضل أغنية سينجل. خبرينا عن الحفل اللي أقمتوه الليلة، وهو يمكن أول مرة بيصير بمصر بهالشكل الواسع لتكريمات لفنانين من الوطن العربي ومصر. فعلا ده الحفل الأول في مجال الموسيقى، وبتقيمه نجوم أف أم الرائدة، الإذاعة الرائدة والأولى في الشرق الأوسط. بقالنا 8 سنين رواد في مجالنا، وبقالنا 8 سنين موجودين على الساحة بقوة، وده جه الوقت بقى خلاص إن احنا يكون لينا تواجد في حفلات التكريم، ونحن نصنع حفلة التكريم، تكريم كل من له علاقة في مجال صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي من خلال نجوم أف أم لأول مرة، نجوم أف أم ميوزيك أوردز 2010. خبرنا عن حضورك اليوم، وأنت اليوم تكرم، عن عملك الجديد وعن تاريخك الفني العريق. شو بتعني لك الجائزة لليوم أستاذ محمد؟ الجائزة بتعني لي طبعا أشياء كثيرة جدا، أهمها إن كل الناس اللي اشتغلت وتعبت في الألبوم ده أنا جاي هنا عشان أمثلهم، وإن شاء الله يكون موجود ناس منهم كتير ويشهدوا تكريمهم، ومش تكريم محمد فؤاد لوحده يعني، هو تكريم لكل الناس اللي عملت شغل في الألبوم ده. بديهم للفانس تبعولي ولكل حدا كان له الفضل بنجاح الأغاني، وميرسي كتير لكم. مبسوطة عشان من نجوم اف ام، عشان أنا مبسوطة للإذاعة نفسها إنها عاملة احتفال مهم، وبداية أورد جديدة بتحصل في الوطن العربي مهمة جدا. بدي لك ألف مبروك الجائزة الليلة، تيتر مسلسل قصة حب. مرسي جدا جدا، وانتوا منورين الدنيا ودايما بتغطوا كل الاخبار المهمه، ومرسي طبعا لنجوم اف ام والجهد اللي انتوا عاملينه. مبسوطه جدا يعني، حاسه ان هم تاخروا قوي عشان يعملوا ده، انما كويس انه اتعمل. مبسوطه للملحنين واللي بيكتبوا الكلمات اكتر، لان المطربين كانوا بيخرجوا بره ياخدوا جوائز برضو، انما لما ياخدوا جوائز من بلدهم او حتى مطربين الوطن العربي كلهم لما ياخدوا من مصر هيبقى مختلف. تكريم والجوائز اللي حصلت عليها كانت هي بتبقى بتمثل الدافع الحقيقي لانك تواصل مشوارك، وعندي كميات جوائز كتير على مدار ال 29 سنه او 28 سنه، وبحس دايما ان ده شيء مفيد للفنان، والاجمل ان انت تروح تشارك فرحة حد بأنه هو يتكرم من زمايلك، دي بتبقى أرقى حاجة. حلوة من نجوم اف ام الإذاعة اللي احنا بنعشقها وبتذيع أغانينا وبتدعمها جامد، والناس كلها في مصر ومن برا مصر بيسمعوها، بتدعم شغلنا وبتنجحه وبنكبر ببعض يعني. مبسوط جدا جدا ان نجوم اف ام بتعمل مسابقة جميلة ومسابقة يعني فير جدا، لان الفن محتاج دايما مسابقات عشان الواحد يقدر يعمل مجهود فيه ويقدر يبذل اقصى ما عنده. الحمد لله انا النهارده دعوتي علشان اغنية كلام انتهى، دي اغنية خدت احسن اغنية فيلم السنة دي يعني، وهم يعني دعموا الاغنية كتير، والاغنية الحمد لله يعني كان كلماتها كلمات ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم، وربنا وفقنا فيها الحمد لله. انا دايما بقول ان كان لازم يكون في مهرجان زي ده واحتفال زي ده، الموسيقى والغناء ذاخره في وطننا وفي مصر بالذات، ويجب ان يكون هناك احتفال بهذا سنوي. نجوم اف ام بدايته، برافو عليهم. انا من مستمعي نجوم اف ام ومتابعه دايما عليها، لانها بجد محطه مهمه جدا ومحطه حلوه ودايما في تجدد، ودايما كل جديد بلاقيها عليها، فمبروك انها تعمل اووردز، بجد حاجه حلوه قوي. الفنان الحقيقي دايما بيبقى عنده تيست يعني، عنده تاتش في حاجات كتير. الطرب والغنى ده جزء من الفن وجزء كبير كمان، احنا بنطلع على الافلام القديمه والاغاني القديمه، وانت لما بتبقى عندك احساس كويس وفنان كويس بتحس الاغنيه الحلوه واللحن الحلو والكلام الحلو. وانا من هوايه الطرب، لاني طول حياتي بروح الاوبرا وبروح حفلات الموسيقى العربيه وبحب الطرب والغنى، فما ينفعش يبقى في ميوزك اووردز
الاورد في مصر واحنا اللي عاملينها وما شجعش، لازم اجي اشجع. والله انا شايف ان دي اول مره تتعمل جائزه مخصوص في المجال الموسيقي بس في مصر، وانا شايف انها من مكان ليه قيمه، ويعني انا شايف ان هي ممكن تكون حاجه كويسه جدا للفنانين هنا في مصر، خصوصا ان هم بيتكرموا في بلدهم. المزيد من الاخبار والتقارير في